جديد مشاهدينا مع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم وبكرة نكثر من الصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هيك ما زالت المشاعر جياشة، وأنا قادمة يعني فقط منذ ساعات من هناك من المدينة المنورة بعد أداء العمرة. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمكم. أجواء جميلة جدا هناك في المدينة وفي مكة، الناس من كل صوب وحدب، يعني كل ما أرادوا أن يطفئوا نور القرآن ويحاربوا هذا الدين، يعني عن جد بتزداد قوة ديننا بأتباعه اللي لا زالوا على مبدئهم وعلى عهدهم مع الله عز وجل. ولبيك اللهم لبيك، يعني تصدح كانت في مكة، وكذلك زوار الحرم المدني والروضة من كل بلاد وبقاع الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن مشاهدينا، بدايتنا من المنخفض الجوي اللي ساد خلال الساعات الماضية واللي بدأ يبتعد عن المملكة حسب موقع طقس العرب. إذن يبتعد المنخفض عن المملكة، وتيارات هوائية غربية رطبة تندفع خلفه. إذن المملكة تأثرت منذ ساعات عصر ومساء الأمس بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة، صنف هذا المنخفض بأنه من الدرجة الثالثة. زخات من الأمطار هطلت في مناطق مختلفة من شمال إلى وسط المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة، وكان في زخات من الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية خاصة في شمال المملكة، وكانت ممزوجة بالأمطار. المنخفض عم يبتعد عن المملكة نهار اليوم، لكن ستبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المندفعة خلفه. سيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة المقاسة خلال النهار، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أكيد احتمالية سقوط زخات أو هطول زخات من الأمطار لا زالت واردة، لكنها أمطار متفرقة وستكون على فترات في بعض المناطق الغربية في المملكة. الرياح تكون غربية نشطت السرعة، ومبارح كتير كان في هبات قوية من الرياح، ويعني الطقس كان بارد جدا. فبالتالي يعني الأخبار عم تحكي كمان إنه مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك منخفض يمكن يكون أقوى من هذا المنخفض. إلى وقته إن شاء الله سنوافيكم بالتفاصيل والأخبار. أيضا مشاهدينا، يعني السدود دائما نتساءل إنه هل المخزون المائي مع هالأمطار ارتفع. الأخبار بتحكي إنه 4 ملايين متر مكعب من الأمطار دخلت السدود خلال 24 ساعة الماضية، ولله الحمد، لترفع التخزين فيها ل 85 مليون متر مكعب بنسبة 30.5 تقريبا بالمئة من طاقتها التخزينية. وطبعا وزارة المياه والري في سلطة وادي الأردن قالت إنه حجم الأمطار الساقطة خلال موسم المطر الحالي ارتفع ل 52.7% من المعدل العام. طبعا أضافت أنه كما قلنا ارتفع حجم ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة الماضية، وكذلك سجلت محافظة إربد أعلى نسبة هطول للأمطار خلال الساعات 24 الماضية. إذن مشاهدينا، أمطار خير إن شاء الله. كنا خلال اتصالاتنا مع طقس العرب بيحكوا انه خلال الاربعينية كان غالبا يعني متوقع ان يكون، او على يعني مدار السنوات السابقة كان دائما 30% من المخزون المطر يكون خلال الاربعينية، فمضت الاربعينية وما كان هالمخزون محقق هاي النسبة، لكن الحمد لله رب العالمين أمطار الخير خلال 5 سنين عم بتهل علينا. ان شاء الله انه يكون أمطار خير وبركة على بلادنا وعلى إن شاء الله أراضينا وأشجارنا ودوابنا، وإن شاء الله يكون مخزون لسدودنا بإذن الله يغنينا عن أن نلجأ لأي عدو نأخذ منه الماء. إذن مشاهدينا، أيضا تكملية التوجيه اللي بنتمنى فيها النجاح والتفوق لأبنائنا الطلبة ستعلن نتائجها يمكن بعد ساعة من نهاية هالبرنامج.
أكيد اللي قدموا للامتحانات التكميلية عم بيستنوا النتائج، فبالتالي قبل ذلك بدنا نحكي عن إنه السير تحذر من المخالفات المرافقة لإعلان نتائج تكميلية التوجيهي، ودعت إدارة السير الطلبة وأولياء الأمور للتعبير عن فرحتهم بطريقة حضارية وملتزمة تزامنا مع إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة الامتحان التكميلي. دعت طبعا إدارة السير عبر صفحتها على الفيسبوك للابتعاد عن أي سلوكيات مرورية خطرة قد تعرض حياتهم حياة الآخرين للخطر، وأكدت أنه كوادرها ستنتشر في كافة المواقع لمراقبة وضبط المخالفات التي قد ترتكب، تحديدا السير على شكل مواكب والقيادة بصورة متهورة أو استعراضية واستخدام الزمور بشكل مزعج، بالإضافة لإخراج الأجسام من المركبات، وهذا اللي كنا نشوفه بالفترات الأخيرة. طبعا مشاهدينا أكيد كلنا بنتذكر بإعلان نتائج التوجيهي خلال الفصل الماضي أنه صار في حوادث ومن ضمنها إطلاق الرصاص، وكان أنه يعني نتيجة ذلك كان في حالة وفاة لشاب كان بينتظر نتيجته ورايح يجيب نتيجته، والأحوال برا إحنا شايفين الجو والطقس، فما في داعي أبدا لأنه إحنا نخالف ونعمل مثل هاي السلوكيات. أكيد كلنا بنفرح، لكن كما قالت إدارة السير بطريقة حضارية. ضمن نفس السياق مشاهدينا، إعلان نتائج تكملية التوجيهي الساعة 6:00، والخبر بيحكي إنه ما في علامة 100%. إذن وزارة التربية والتعليم اللي ستعلن نتائج الساعة 6:00 من مساء اليوم النتائج التكميلية أعلنت بأنه لا يوجد علامة 100%، وأنه النسب ضمن المعتادة تقريبا. إذن نتمنى النجاح للجميع، نتمنى التفوق، وكل طالب من هاللي قدموا الامتحان إن شاء الله ربنا ينوله مراده بإذن الله تعالى. خبر مؤسف مشاهدينا من مدينة الزرقاء، حيث وفاة 3 أطفال بحريق في منزل. التفاصيل بتحكي إنه توفي 3 أطفال اليوم الخميس إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء وفق مصدر أمني، والمصدر قال إنه بلاغ ورد صباح اليوم بوجود حريق داخل أحد المنازل في محافظة الزرقاء نتج عنه وفاة 3 أطفال، وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة سبب الحريق. إذن رحمهم الله وربنا يصبر أهلهم ويربط على قلوبهم، لكن دائما نقول احذروا من النيران، دائما ما تخلوا نار مشتعلة في البيت حتى لو كانت درجات الحرارة جدا منخفضة. يعني إحنا نتحمل البرد ولا إنه لا سمح الله يصير حادث من هالنوع ويروح ضحيته أطفال. فما بنعرف طبعا لسه، يعني ما في نتائج التحقيق، لكن أو لسه التحقيق ما صار، لكن بالتأكيد إحنا دائما نوجه ونحذر، والأمهات اللي بيسمعونا انتبهوا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأنه نطفئ النار وما نبقي النار أبدا مشتعلة، خاصة خلال النوم. يعني أكيد إحنا بدنا نتدفى، يعني بدنا نشعل نار، لكن بدنا ناخد كل إجراءات وإحتياطات السلامة. هذا مشاهدينا حول حادثة الزرقاء، وعظم الله أجرنا وأجركم وأجر أهلهم. بدنا نروح مشاهدينا لموضوع حول فوائد العدس، شربة العدس، وهي في الشتاء صراحة شربة مميزة بتكون وإلها هيك يعني ذكرياتها. شربة العدس أكيد إلها فوائد، خلينا من خلال هالعرض نستعرض فوائدها وناخد خبر بعدها مباشرة عن شربة العدس. We'll be right back.
أكيد مشاهدينا فوائد جمة لشوربة العدس، فالشباب غالبا لما بيسألوا الأمهات شو طابخة بتقول لهم شوربة عدس، بتنكدوا، وفي هيك بيحكوا دائما إنه شوربة العدس هاي مش طبخة، يعني هاي جنب الأكل، خاصة في رمضان هي بتكون يعني مقبلات أو إشي مرافق للطعام، لكن ما تتحول بالشتاء لأكلة رئيسية. يعني أكيد مشاهدينا من خلال هالعرض وهالفوائد لازم يوميا تكون على المائدة شوربة العدس، وطبق غير مكلف أكيد للأسر اللي ممكن يكون في عندهم عبء مالي. إذا مشاهدينا في ذات السياق، من طول كرم ومعلمين وإدارة مدرسة بتوزع على الطلاب شوربة عدس عشان تدفيهم، فشوفوا الصورة ما أجملها هيك، والطلاب عم ياخدوا كل واحد يعني صحنه من شوربة العدس. فكرة جميلة ورائعة، وكما قلنا غير مكلفة، وغالبا الناس هيك بفصل الشتاء الصراحة بتشتهي شوربة العدس. يلا صحة وعافية. إذا مشاهدينا يعني أكيد بدنا نختم مختاراتنا بأخبار، إحنا دائما أخبار فلسطين والقدس وما يدور هناك دائما تكون أولوية، وهي كان المخطط أن تكون ضمن متداول الحلقة، لكن اليوم لخصوصية الحلقة ولأنه ضيوفنا اليوم يعني أعطيناهم النصيب الأوفر من حلقتنا، جعلنا هذا الخبر ضمن أيضا المختارات. سنختم مختاراتنا صراحة بأخبار أسيراتنا البطلات في سجون الاحتلال، ونداء استغاثة بيطلقوه الأسيرات في سجن رامون أو الدامون عفوا. إذا أسيرة محررة تكشف ما يحدث في سجن الدامون، ومسؤول فلسطيني هذا ما تعنيه صرخة الأسيرات. إذا استنجدت الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون برسالة صوتية مؤثرة في المقاومة للتحرك من أجل وقف التنكيل، تنكيل إدارة السجن الإرهابية بهن، ولاتخاذ كل ما من شأنه تحرير هالأسيرات ووقف العدوان المستمر عليهم. من خلال هالفيديو مشاهدينا بدنا نستعرض شو اللي صار بالفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيات مع أسيراتنا في السجون، وكيف تم الاعتداء عليهن ونقلهن أو نقل بعض من هؤلاء الأسيرات إلى سجون منفردة وعزلهم عن بقية الأسيرات. خلينا نتابع هالفيديو.
إذن مشاهدينا، يعني أكيد في ظل الحديث عن حقوق المرأة وتمكين المرأة نشاهد مثل هذا التنكيل بالنساء الفلسطينيات الأسيرات في السجون. ناهيكم عن أنه أصلا الأسير له حقوق ولا يجوز أبدا يعني خرق هذه الحقوق وتجاوزها، لكن العالم لا يسمع لا يرى ولا يدافع عن هؤلاء النساء، وهن بالتالي يستنجدن ويستغثن بالمقاومة وبالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية والإسلامية للدفاع عنهن في ظل هذا التنكيل الذي يتعرضن له. إذن تحية نجزيها لأسيراتنا البطلات وللأسرى جميعهم، وندعو الله عز وجل أن يكون الفرج قريب وأن يتم تحريرهم قريبا حتى يعودوا إلى بيوتهم وإلى عائلاتهم. إذن مشاهدينا، هذا كان حول الأسيرات في سجن الدامون واستغاثتهن وأيضا ما جرى لهن، وهناك فيديو أيضا لصرخة هؤلاء الأسيرات. يعني في حلقة قادمة إن شاء الله سيتم عرض هذا الفيديو. إذن مشاهدينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية أولى فقراتنا، ونتمنى تكون هالفقرة نالت إعجابكم، نتمنى نكون من خلالها وضعنا حضراتكم في صورة ما يجري وما يدور حولنا. الآن سنكون مع رفيف ومع يارا وسارة ومعلمتهم قمر، حنعرفكم عليهم وعلى عائلاتهم وعلى مسيرتهم وقصتهم مع القرآن الكريم، وهن الحافظات لكتاب الله من مركز حوف القرآني في إربد. فخليكم، قصة جميلة وممتعة وفيها إضاءة، وهن منارات صراحة، وبتمنى كل أم هيك تجلس بناتها وأبنائها ليشوفوا هالحوار ويشوفوا هالفتيات اللي إحنا بنرفع راسنا فيهم في الأردن. إذن فاصل قصير وسنكون مع حكايتنا وقصتنا الملهمة وبطلاتنا الملهمات، فخليكم معنا.